سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيد بلقائكم في هذه الصبيحة من يوم الجمعة التي نتمنى أن تكون مباركة علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية. إذا في غرفة الأخبار في هذه الصبيحة نعود نتكلم على يعني موضوع شائك شوية، ويعود كل فصل الشتاء ونحن عشيت يعني خلاص دخلنا في تقريبا فصل الشتاء، ما بقاش ايام كثيره، الناس بدات تشعل كما يقولوا المدافئ تاعها بحكم انه البرد بدا، يعني سواء هنا في العاصمه او في ولايات اخرى، ولايات اخرى بطبيعه الحال بداوا يشعلوا يعني المدافئ تاعهم خاصه في الولايات الشرقيه. ومع كل سنة نسمع حوادث اختناق جزائريين، موت جزائريين هكذا يعني مجانا إذا كان صح التعبير هذا، بسبب تسربات الغاز، غاز أحادي أكسيد الكربون. هذا الغاز هذا اللي ممكن تحكموا فيه وممكن يعني نتفاداو الأضرار، يعني الأموات هذو اللي راهم يموتوا بالعشرات اللي منقل المئات كل سنة. إذا نتحدث على هذا الموضوع هذا لمحاولة أولا تذكير الجزائريين بأنه ينبغي التنبه لهذه المسألة هذه، نحاول ننبه الجزائريين كذلك بأنه ينبغي يعني هناك إجراءات قبل ما تشعل، قبل ما يعني اونونطام كما يقولوا بالفرنسية، ونبدأ وندخلوا في فصل الشتاء، هناك إجراءات ينبغي أن يتبعها الإنسان، إجراءات سلامة ويعني الأمان. إذن كل هذا الموضوع هذا راح نناقشوه رفقة الأستاذ عبد الغني شقار ثعالبي، هو خبير في ديناميكية السوائل ومختص في مجال الغاز، يعني مختص في ديناميكية السوائل وخبير في مجال الغاز. أستاذ عبد الغني صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا. الله يسلمك. إذن شيخنا دخلنا في الشتاء، يعني بدا يبرد الحال، الناس بدأت تشعل لي شوفاج تاعها، هل هناك إجراءات أولية يعني مراقبة سنوية الإنسان لازم يديرها؟ يعني طبعا بادئ أنا ببدء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع حلول فصل الشتاء الأجواء هذه المطرة والباردة يلجأ المواطن طبعا إلى التدفئة لتفادي هذا البرد القارس. لاحظنا في السنوات الأخيرة أنه هذه الموجات البرد أصبحت تتزايد في حدتها وفي زمنها كذلك، ذلك راجع إلى أسباب عديدة يذكرها الخبراء في المجال الطقس إلى آخره. معناها شيخ اسمح لي، معناها هذا العام هذا كثير من الناس يقولوا بلي راح تكون باردة بزبزف يعني. نعم، هذا حدث علمي طبعا. هذه أخبار علمية صحيحة راجعة إلى الانقلاب المجال المغناطيسي للأرض اللي ينقلب كل 11 سنة، ومع هذا الانقلاب هو يتطلب. واش تقصد بالانقلاب المجال المغناطيسي؟ والله هذا الانقلاب هذا اللي يكون خطرة في 11 سنة، وخبراء اخرين يقولوا 12 سنة، هو اللي كان في سنة 2019-2020 تقريبا. هو انقلاب اللي يحدث تأثير على البيئة وتأثير على المناخ بصفة عامة. نعم. لأنه في الانقلاب نفسه الكون يحاول أنه يغير مجالات سير الهواء، مجالات الجرانجات اتسترا، حتى بالنسبة للمحيطات سكون أبل هذوك اسمهم الكورون ترموالين في البحار الكبرى اللي تأثر على الجو، وبالتالي يكون هناك تبادل بين الحرارة والبرودة على مستوى المحيطات، ومستوى التبخر كذلك يزيد بحكم ارتفاع مستوى تاع المياه اللي جايه من ذوبان الثلوج. فبالتالي لاحظنا انه الشتاء سواء السنه الماضيه ولا اللي قبلها كانت هناك فترات اطول ودرجات الحراره مشات الى اقصى. فبالتالي الانسان لابد ان يكون ياخذ الحيطه والحذر قبل استعمال هذه الأجهزة اللي هي. وش هما الإجراءات اللي لازم نديرهم؟ احنا معنيين بقضيتين في هذا المجال، مجال السلامة المنزلية من الحوادث هذه، حوادث سواء كانت تسرب للغاز يؤدي إلى انفجار بيوت أو عمارات، وهذا الشيء هذا لاحظناه. شفناه، نعم. نعم، للأسف. شفناه حتى في سيت يونيفرسيتار يعني. نعم، للأسف. سواء تسرب لهذا الغاز القاتل الصامت هذا المونوكسيد الكربون،
اللي يكفي انه يكون منه كميه ضئيله جدا من 0.3% الى 0.7% مؤدي الى الموت في غضون دقائق عديده. لماذا؟ لانه هذا المونوكسيد الكربون هذا يتفاعل مع الـ يحمر اللي موجود في الدم اللي جلوبيل روج، يتفاعل معه بسرعه اكثر من 400% من سرعه تفاعل الهيموغلوبين مع الاكسجين نفسه. بمعنى اسمح لي باش المشاهد يفهمنا سي براني، هو انه الهيموغلوبين اللي يحمر هذا او الهيموغلوبين اللي موجود في الدم والكريات الحمراء تستقطب هذا مونوكسيد الكربون 400 مره اكثر من أسرع. استقطابها للأكسجين نفسه. نعم. لأنه إحنا نعرف أنه كل يحمر يجي معه 4 شاحنات لطرح مونوكسيد الكربون وأخذ الأكسجين، لكن لما يكون مونوكسيد الكربون موجود في الجو فهو رح يزيد يأخذ الأكسجين ظنا منه هذا يأخذ يعني مونوكسيد الكربون. مونوكسيد الكربون ظنا منه أنه موجود في الدم، فبالتالي هذا الانقلاب في الوظيفة هو اللي يؤدي إلى موت محتوم في غضون دقائق فقط. وهل اسمح لي أستاذ، هل هذا مونوكسيد الكربون فيه رائحة يعني نقدر نشموه ولا ما نقدر؟ للأسف هذا القاتل الصامت لا رائحة له ولا لون، فاحنا ما تفطنوش، بالعكس انه هذا انه خبراء في مجال الغاز يقولوا انه عنده ناصف في افوريزون، يعني حتى انه الانسان يحس في اللحظات الاولى انه في ارتحاب منعش ومنعش، لكن يظهر بعد دقائق بعد ذلك زرقاق في الشفاه، يشهب الوجه نتاعه وحتى يفقد الوعي تدريجيا يفقد الوعي. طيب انت قلت كاين استدير زرقاق في الشفاه والوجه يشهب، يعني هل هناك علامات اخرى يعني ديسين يعني انونسياتور يعني ينبهوك باللي الغرفه اللي راك موجود فيها ولا البيت اللي موجود فيه مونوكسيد الكربون والامر غير طبيعي؟ يعني العامل الاول لو برومي سين سي هذاك الصداع في الراس، الصداع الملازم، وهذاك الصداع الناتج عن وجود كميه ولو كانت ضئيله من مونوكسيد الكربون، لكن دليل كذلك على عدم وجود التهوئه في البيت، سي لا فيسياسيون داتموسفير، يعني الجو راه البيت راه محروم من الاكسجين، راه محروم من الهواء، ولا فيسياسيون داتموسفير هذه يعني البيت يفقد الهواء نتاعو نظرا للغلق العشوائي اللي نقوموا به، غلق النوافذ، غلق كذا، حتى النافذه ولا الباب يدير لها حاجه من تحت هكذا باه ما يسربش الهواء البارد. لو يعلم هذا المواطن كريم انه ورود الهواء الى البيت هو اللي راح يساعد هذيك المدفأه باش تشتغل، تكون اوبتيميزي، تشتغل في المستوى الطبيعي نتاعها وتمد التدفئه اللازمه، لانه الغاز يحترق بالاكسجين. يحترق بالاكسجين طبعا، احنا نعرف انه الاحتراق السليم هو في حدود 25% من الغاز لو كومبيرون و 75% من الهواء. فبالتالي اذا اختل هذا التوازن هذا يعني لا كومبيسيون ما راهيش في الظروف المواتيه وراح تؤدي الى وجود مونوكسيد الكربون. احنا نعرف انه الاحتراق الكامل هذا غير موجود، علماء اشتغلوا على هذا الموضوع هذا منذ سنوات، كون ابي لا سي اف سي لا كومبيسيون توتال، وسكون ابي لا سي اف سي كومبيسيون سون فلام، حتى انه بعض مراكز البحث يعملوا على لوبتيميزاسيون دو سيرتان غاز في تحديد غازات معينه للاحتراق يؤدوا بها الى انه الاحتراق يكون موجود انت ما تلاحظش هذيك الشعله تمام لا فلام اللي اوبتيميزي. فبالتالي المدفأة مثلها مثل جهاز تنفس عند الانسان، لابد لها من هواء، هواء اللي راح يؤدي وظيفتين، الوظيفه الاولى هو نوعيه الاحتراق السليم يعني الشعله تكون سليمه، والوظيفة الثانية تاع الغاز، لأن كل مدفأة فيها منافذ الهواء من تحتها، هذيك المنافذ الهواء اللي من تحت تؤدي إلى طرد الغازات المحترقة، دونك العادم مسربات مخلفات الاحتراق، دونك لي ريزيدو دو كومبيسيون يخرجوا مع لا شيميني لأنه موجود هواء يدخل من تحت يخرج هذوك لي غاز، إذا كان الهواء كان قليل في البيت فبالتالي الشعله ما راحش تكون سليمه، وطرد العادم مخلفات الاحتراق ما يكونش موجود، فبالتالي
كل شيء يبقى داخل البيت يعني. كل شيء يبقى داخل البيت. والأفلام شيخ الأفلام هل عندها لون معين هكذا يخليني ننتبه نقول بأنه المدفأة تاعي راهي تصير طريقة سليمة ولا لا؟ لا يعني هو اللون والشكل كذلك، لأنه نوع الشعلة احنا نحددوه في مقدارين. المقدار الأول هو لا فورم تاع الأفلام. الأفلام لازم تكون سو فورم دان دار، يعني شغل ورقة تاع الشجرة، ما تكونش اون فلام اون شامبينيون إكلاتي، ولا تكون اون فلام اللي ماهيش ثابتة في مكانها تصوتي إلى آخره، ولا تكون اون فلام بالطول اللي هو غير سليم. فالأفلام دائما تكون على شكل ورقة تاع شجرة ويكون اللون تاعها مائل إلى الإزرقاء، تكون زرقاء. بلو روز ليجيرمون روز في اخر اخر الشعله. فاذا كانت من اللون هذا فهذه شعله بين اللي هي سليمه، حتى انه نصيبوا انه المدفأة لا تصدر اصوات كبيره الى اخره، والشعله راهي ستابل حاكمه المكان تاعها. ونوعيه الاشتعال كذلك، لما تشتعل هذه المدفأة كاين اللي عنده مدفأة يقول كان الشوفاج تاعي كي ترموستات تطفى، بعد كي يجي ديماري افيك شغل انفجار. نعم. هذه الاجهزه اللي لابد انه يكون عندها صيانه، فنرجعوا للصيانه الاوليه والمبدئيه قبل عند دخول فصل الشتاء. الانسان لازم يراقب منافذ الهواء في لاشيميني، في الاسطح كذلك، ربما ناس يشتغلوا ويحط واحد بارابول، واحد يحط بناء، ولا واحد يسدها تماما. طيب اسمح لي استاذ الغاني، قضيه سد لي شوميني هذوما، بون يجي واحد عطاو له دار اديال، ولا عطاو له ال اس بي، ولا سوسيال، ولا البيا، ولا البي بي، ولا كاين كثير من صيغ. نعم. في الجزائر حكمت له، قال كان راني في داري، ساكن في داري، دونك يفا فير دي زاميناجمون هكذايا، يعني اعاده تهيئه، اما يكسر لا شوميني او يسدها، او يعني خليني نقول باللغه العربيه يعبث فيها، يدير فيها واش يحب هو. هل هذا مسموح؟ واش هو الخطر تاع هذا الامر؟ هذا عمل اجرامي يا استاذ السلطاني، هذا عمل اجرامي، وحدث مشاكل في مثل هذا النوع هذا. ومن خلال التجارب نتاعي 27 سنه وانا في هذا المجال هذا، شفت انه وقعت احداث وين صاحب السكن يشتكي من روائح الغاز المحترق. فلما بحثوا صاب باللي الساكن في الطابق العلوي نتاعو غلق المنفذ نتاع المسرب تاع لاشيميني. هو غلق لاشيميني، والانسان دير الشميني تاعو، ثم ظن منه انه راه يمشي للخارج، وقعد الغاز يتسرب داخل البيت. لما حوسوا يشوفوا اذا كان لاشيميني راهي مسدوده ولا حاجه، صابوها باللي مغلوقه كاريمون، التي كاريمون فيرمي. فبالتالي هذا عمل غير لائق، هذا عمل اللي يؤدي الى وفاه عائلات، فبالتالي الانسان يحترز. انت قلت عمل اجرامي. نعم. باش يفهموا الجزائريين، ممكن انه تحقيقات امنيه يقوموا بها الامن لوفاه عائله مثلا، وتحديد المسؤوليه وتتحدد المسؤوليات. هذا ربما لم يحدث من قبل، ولكن في المستقبل قد يحدث هذا الامر. هذا حالات انا حضرت فيها، يعني كخبير حضرت حالات مثل هذه في ولايه من ولايات الشرق الجزائري، ومشات الامور للقضاء طبعا. طبعا كاين ارواح اكيد، يعني كاين مسؤوليه جنائيه، وكاين حتى مسؤوليه مدنيه. طبعًا يعني طبعًا يقدر الانسان يتاسس كطرف مدني في المساله هذه. الان نبقاو في الصيانه شيخ، هو انت تعرف انه الصيف ما المدفأة ما تشعلش براتيكمون من الربيع حتى الى فصل الشتاء، بعد تربي هذاك الغبار الى اخره، كيف تكون هذه الصيانه هذه؟ هذا المجال الاول، يعني تراكم الغبار والاوسخه في المدفأة نفسها. وكاين نقطه اخرى واللي هي انه حتى الاطفال لما يكونوا يلعبوا يقيسوا هذيك المدفأة، فبالتالي الوصلات اللي راكور يتحركوا، فالسودور يتحركوا يتخلخلوا، وربما تكون هناك تسربات للغاز، لانه اي مغلوق لكن لما يجي يستعملوا هذاك الوصل اللي يتحرك راح يسرب الغاز. نعم. فبالتالي حد كثير انفجارات بعد تسرب الغاز. احنا نعرف انه ما بين 3 الى 5% الغاز كذلك، الغاز الطبيعي كذلك هو قاتل. نعم. ما بين 3 الى 5% مؤدي الى الاختناق، نختنق بالغاز، سيتون انوكسي،
ما بين 5 إلى 15% مؤدي إلى الانفجار. يعني إذا كان موجود هناك مصدر حرارة هذا الغاز هذا راح ينفجر حد تحدث من الشيء هذا. فبالتالي المراقبة تبدأ بالشبكة، شبكة الغاز نفسها. نراقب هذه الشبكة إذا كان ما تخلخلتش، إذا كان ما الفواصل ما تغيرتش، ما زالت في مكانها، ثم ننظف المدفأة نتاعنا. يعني إذا كان ما نعرفش، ربما الآن كاين متطوعين راهم يشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي راهم يوروا للناس كيفاش يفتح هذيك المدفأة، كيفاش يرجع على الأصل نتاعها دون المساس بالهيكل العملي نتاعها، يعني لي زورغان دو فونكسيونمون نتاعها، وعدم اتخاذ اجراءات ذاتيه فيما يخص الترموستات، ان نحي الترموستات نديرو من تحت، ولا القفل الاشتعال ما راهش يشد، فبالتالي هو راح ياخذ مسمار ويبلوكي هذاك القفل ظنا منه انه المدفع الان راهي سليمه وتشتغل، لكن هذاك المسمار هذاك لو يطير فراح يوقع لنا تسرب للغاز. لانه من بين الاحداث الكثيره اللي توقع في البيوت هو حدث الترموكوب اللي يخسر. هذا الترموكوب هذا اللي هو معرض للحراره مباشره، كاين نوعيه رديئه فبالتالي يخسر. لما يخسر احنا ما نحاولوش اننا نبلوكيو لو بلوك دو كوموند، يعني القفله هذيك نديروا لها مسمار ولا حطبه قال بريلو راه شاعل طول. لا، هذا المدفاه هذه هي عندها تمشي على حساب دي نورم، كاين يا دي نورم بارامي لي نورم. حتى اختيار المدفأة هو عامل من عوامل السلامة المنزلية. إذا كان أنا عندي نفسان، معناها كي تروح تشري مدفأة، نعم، إذا كان أنا عندي نفسان كان سباس فاست كبير وراح ندير مدفأة 6 كيلووات ولا 9 كيلووات، مدفأة صغيرة، المدفأة هذه لما نقولها أنا مثلا 32 درجة راح تشتغل دوما، يعني دون انطفاء. alors que le fonctionnement cyclique de toute source de chaleur fonctionnant au gaz، اي حاجه تمشي بالغاز لازم تشتعل ومن بعد تنطفئ. هذاك الانطفاء انا التناوب بشكل دوري، التناوب بشكل دوري. فاذا كان المدفأة تاعي ماهيش تشعل وتطفى، تشعل وتطفى، نعرف باللي كاين خلل. معناه تشعل وتطفى وحدها شيخ؟ تطفى وحدها، وحدها كاين ترموستات هو اللي تطفيها. اذا كان المدفأة تاعي ما تعاودش تطفى، ذلك لي سو ديمونسيوني بارابور بزوان، يعني راهي ماهيش بالقدره الحراريه اللازمه لدفئه هذا البيت. فبالتالي هذاك الاشتعال الدائم مستسلطني واش يؤدي بنا؟ يؤدي بنا الى انه مسرب العادم لا شوميني راح يكون في نفس درجه حراره لو فوايي دو كومبستيون، يكون في نفس درجه يباي بوزي لا تمبيراتور تاع لو فوايي دو كومبستيون. واذا كان مسرب العادم صبح في نفس درجه مكان احتراق الغاز ما راحش يسرب العادم للخارج، ما يسربوش، فالغازات تبقى تدور داخل البيت واستهلاك الهواء. لو انه هذه المدفأة اللي وكيفاش نعرف بانه اسمح لي درجة الحرارة في المسرب وفي مكان وفي مكان الاحتراق نفسه؟ يعني اذا كان المدفأة لازم تطفى تمشي مدة معينة فتطفى بعد الانطفاء نتاعها قبل ما تعاود تشعل، الانسان يحاول يلامس غير من قريب ولا بقطرات من المياه يشوف اذا كان المسرب العادم راه هبطت درجه الحراره نتاعها ولا ما هبطتش. طيب استاذ عبداني نديروا فاصل قصير، ولكن قبل ذلك انا ماذا بيا نسقسيك، هل الباعه اليوم يعني التجار الجزائريين اللي راهم اليوم يبيعوا مدافئ الحمد لله منتوج وطني وهذا حاجة جميلة جدا، هل يعرف يقدر مثلا لما نسقسيها أنا نقول له والله عندي نفسان كان في طروان في كات في دو هاو لا سيرفاس تاعي، ما هي المدفأة المواتية ولا ما يعرفش؟ يعني خليني نسمع منك طبعًا. بعد الفاصل طبعًا. إذا كانت كرم الفاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. إذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في هذه الصبيحة في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. نحن نتحدث عن فصل الشتاء، نتحدث على المدفأة والتدفئة، ونتحدث على تعامل الجزائريين مع التدفئة، نتكلموا على الغازات، نتكلموا على الأرواح هذه اللي راهي تموت للأسف ربي يرحمهم جميعا لأسباب يعني بسيطة جدا وممكن تفادوها، يعني ماهيش قدر محتوم أو قدر يعني ما نقدروش نتعاملوا معاه. إذن
باتخاذ الأسباب. ونحن نتحدث على هذا الموضوع رفقت الأستاذ عبد الغني شقار ثعالبي ومختص في ديناميكية السوائل وخبير في مجال الغازات. كنت سقسيته قبل الفصل قلت له هل اللي روح نشري عنده أنا المدفأة هذه اللي راهي تصنع في الجزائر والحمد لله هذه حاجة جميلة جدا يعرف يوجهني يعني يعطيني أولا لامارك المليحة ثانيا ضامن هو كيبيع لي وثالثا اللي يعرف لا سيرفاس وهل ماهيش منتوج مقلد ولا صناعة يعني رديئة جدا يعني وهل صاحب الماركة ضامن أو غير ضامن. نسمع منك يا أستاذ الوالد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الباعة البعض منهم عندهم ثقافة لكن هذا مجال اختصاص موش مجال ثقافي موش يعني موش لعب يعني موش لعب فبالتالي الجانب الثقافي اللي عندهم الباعة هذا يأدوا الغرض انت قال يبدي دار كبيرة دي شوفاش كبير فقط لأنه نلاحظ من الجانب الثاني أنه بعض الباعة في السنوات الماضية ولكن دار كبيرة شوفاش كبير ماهيش موش معيار كذلك ماهيش دقيقة يعني ماهيش دقيقة. نلاحظوا كذلك أنه بعض الباعة سمحهم الله في السنوات الماضية باعوا مدفأات من دون مسرب الغاز. نقول لك هذا راه فيه كاتاليزور والكاتاليزور تاعه ولا راح يتحمل كل الغازات هذيك ولا راح يستر وهذا كذب. والآن اسمح لي سيد يعني وزارة التجارة فرضت عليهم أنك تبيع بمسرب الغاز معناها إذا صبت واحد يبيع لك دون مسرب الغاز رفت الادريس تاعو روح لمصالح وزارة التجارة وبيعوا يعني ما فيها لا هو لازم نعرف علاش هذا المدفاة صنعت هذه المدفاة صنعت لمجال معين المجال نصف مفتوح أو نصف مغلق يعني سيدي شوفاش دو بروكسيميتي pour les endroits semi-ouverts. نعم. يعني مناطق اللي يتغير فيها الهواء بسرعة كثيرة مثلا للوش دو غارديا ولا المدخل نتاع شركة معينة وين الباب دائما مفتوحة فربما يستعمل هذا لاشوميني لشوفاسون شوميني لكن في البيت هذا الشيء ممنوع للأسف أنه ناس شروهم حتى من الأقارب نتاع عيشة المدفئات هذه موجودة عندهم بعدين اختيتي زرعت معهم لكن احنا نشوف هذه العقليه عند الباعه انه يبيع لك ولو انه على باله بلي هذه المدفأة ما راحش تؤدي بالغرض من جانب السلامه. ولكن هل اليوم في السوق مازال موجوده هذه المنتوجات هذه رغم قرار وزاره التجاره انه نظن من السنه هذه السنه الماضيه او اللي قبله كان اللي يحب يبيع مدفأة لازم يكون فيها مسرب للغاز يعني. حتى انه قرارات جديده صدرت السنه الماضيه بالنسبه للمدافئ وزارة التجارة فرضت على المصنعين أنهم يرافقوا المدفأة بجهاز تحذير عن وجود الغاز. أنا اشتغلت يعني دعيت إلى هكذا عمل في وزارة التجارة اشتغلنا على الموضوع مدة يومين أو أسبوع ثلاث أيام وراء أيام لكن هناك خطأ كبير. الخطأ هو أنه هاد لي كابتور دو مونوكسيد دو كربون هم حساسين والمواطن ما يفرقش بين لو كابتور دو غاز اي لو كابتور دو مونوكسيد دو كربون يعني يروح يجيب من المعمل ولا من محل تجارة ان ديتكتور دو فيت دو غاز وهو يظن انه ديتكتور دو مونوكسيد دو كربون وهذا الشيء لازم نفسروه للمواطن لازم يفهم المواطن. اسمح لي استاذ بلاني هناك تتحدث على امرين نعم وانا اني مع المشاهد الكريم اتعلم يعني نسقسيك لاتعلمك تتكلم على فويت دو غاز تسرب غاز وتسرب مونوكسيد الكربون وحادي اكسيد الكربون انا ماذا بيا المشاهد يفهم في زوج ويفرق بيناتهم في زوج ويعرف بانه في بيته وفي المدفأة تاعو في لانصف الشبكه تاعو تقدر تكون كاينه تسرب للغاز ويقدر يكون احادي اكسيد الكربون نعم. تسرب ثاني الـ 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 الخطر هو عنده مصدرين المصدر الاول هو تسرب الغاز نفسه يعني الغاز الميثان هذا هنا يوقع انفجار يوقع انفجار نعم ويوقع اختناق كذلك اذا كان ما كانش انفجار وتسرب مونوكسيد الكربون ناس عندهم مدفأة الزجاج نتاعها مكسر منذ سنوات ومازال يشتغل بها يقول لك انا ما صار لي والو ما صار لك والو لكن في ظروف معينه لما وزالي كالفوتري لابارتمون تاعك كامل تسكروا راح يصير لك الشيء المحتوم فبالتالي
هذه المجسات اللي حطوها الناس في البيوت نتاعهم مجسين. المجس الاول لو بريمي كابتور سي لو كابتور كابتور دو فويد دو غاز، يعني اللي راح يحدد لنا تسرب للغاز. لكن في هذا المجال نفسه التقنيه مازالت بعيده ومازالت ناقصه كثير عبر العالم، عبر العالم. لانه الغاز اخف من الهواء، وبالتالي اذا كان وقع تسرب اغلبيه الامر انه يمشي مع الارض. وهذا خلاف المونوكسيد الكربون اللي يطلع اللي ربما يطلع في ظروف معينه، لكن الاخصائيين ما يقدروش يقول كل ظرف والظرف نتاعو. اذا كنت انت موجود في الجزائر العاصمه قولوا عما تردوني بوط لا مير لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي راح يكون كذا وكذا، لكن اذا كان كنت موجود في الهضاب العليا الظروف راح تتغير تماما. نعم. الغاز راح يتصرف بتصرف اخر، فبالتالي الحيطه والحذر. والانسان يستعمل مجس لمونوكسيد الكربون يكون على الاقل مترا قريب للمدفأه، ماشي مونوكسيد كربون نحطه في الصالون مثلا، خلينا نتكلموا بالعاميه باش الناس تفهم. نعم نحط مونوكسيد كربون في الصالون والشوفاج راه في الكولوار بعيد. لا، لو مونوكسيد كربون ديتيكتور دو مونوكسيد كربون لازم يكون على مترا ولا مترا ونص قريب للمدفأه. ما كيولي في الصالون يولي ديتيكتي فيروس كورونا باش يدي الغرض نتاعو. طبعا طبعا بالنسبه للغاز الطبيعي ف لا ديتيكسيون دون فويت دو غاز الي كاريمون امبوسيبل. الي كاريمون امبوسيبل. اسمح لي الشيخ يعني نمشي معاك الحكايه تاع الصابون هذيك مليحه تسلك شويه. هو افضل من بعض الاشخاص اللي يستعمل البريكي. هذه غير في الجزائر اللي يستعمل البريكي باش يعرفوا لا تمشي ولا لا. الا كاين فويت دو غاز ولا ما كانش. ومراقبه الشبكه المنزليه ضروره للانسان. كيف تتراقب الشيخ ومن يراقبها؟ يفتح الغاز. نعم. يفتح الغاز ويمشي الى كل المناطق اللي فيها وصلات. وصلات يعني لي راكور. لي راكور باش يفكر. ولا اللي فيها تلحيم لي سوليور. نعم. يجوز عليهم كامل بالماء والصابون وينتبه اذا كان فقاعات راه يبان باللي كاين. نعم. في دي غاز. لانه الشبكه المنزليه داخليا هي من مسؤوليه المواطن ماهيش من مسؤوليه صنع الغاز. نعم. لكن مسؤوليه صنع الغاز في 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 توعيه المواطن. نعم. في كيفيه مراقبة الشبكة المنزلية. مسؤولية صنع الغاز وشركات أخرى كذلك في مواكبة الشركات اللي تصنع هذا المنتوج هذا يعني. تمشي لها. على ذكر مسؤولية الشركات اللي تصنع المنتوج هذا يا. على ذكر الشركات سامحني. نعم. نعم. هي مسؤولة، أنت قلت بأنه مسؤولة يعني مدنيا وجنائيا ومسؤولة قانونيا يعني. بالدرجة الأولى. طيب. هل اليوم سيدي خلينا يعني نتكلموا شويه على منتوجنا الوطني. نعم. يمكن ما نقولش يمكن ربما عيب نقول يمكن او ينبغي الثقه في المنتوج الوطني. والله الجهد اللي بذل خاصه في 2015 2016 2017 من طرف مؤسسات الدوله على غرار وزارة التجارة وعلى غرار الكاك. نعم. كاك تاع الرز والوسم مراقبة ليانور كذلك اشتغلوا جابوا لي نورم تاع الغاز، جابوا لي نورم تاع لا كومبستيون، جابوا لي نورم كذا وكذا. ولاحظت انه شركات وطنية اشتغلت وواكبت الموضوع بحرص شديد ووصلت الى نتائج ما شاء الله يعني الحمد لله. كاين مدافع كي سون فريمون في لو نيفو سيكيوريتير كي ريكوموندي بار لي نورم يعني المعايير الدوليه. لانه يعني المواطن الجزائري يقول لك انا نشري تاع الخارج وكاين واحد لي ماركه تاع الخارج وكانه تسمى مدفأه الان اصبحت تكنولوجيا يعني. مدفأه جزائري يقدر يصنع مدفأه حتى انه كاين هناك قدروا وصنعناها بكري حنايا يعني. مازال اليوم نشوف انا تاع مدافئ تاع السبعينات مازال. نعم. موجوده في الجزائر. مشيت الى مصنع لهذه المدافئ في الشرق الجزائري اللي اشتغل اكثر من 20 سنه باش وصل الى درجه انه يصنع كل اجزاء المدفأة. يعني ماهوش سيكادي ولا اسكادي ولا كيسموا هذا. سي لا فابريكاسيون. معناها كونسيبسيون. ماشي ما دخلناش في حكاية الإدماج ولا الآن إنتاج وطني. إنتاج وطني. عدا جزئين اللي هو البلوك دو كوموند والبريلور لأنه نوعية الحديد. نعم.
تتطلب يعني، ولكن ممكن هذه حاجه مليحه. خلينا نمشي معك لواحد النقطه عمري ما ثبتها معك سي عبدالغني شقار ثعالبي. انت قلت منذ قليل فيسبوك ناس كاين اللي عم يديروا صح صحيح يديروا فيديو ويوري، وكاين اللي يتكلم تلقى مثلا ماسون يوريك كيف دير يعني الفايونس تاعك وكيف كذا كيف كذا، ولكن هل ما تشوفش بانه اليوم المجتمع المدني لازم يخرج للتيران؟ قال مثلا انا يا خويا حاب ندير اون بتيت فورماسيون هكذايا دو نقولوا 15 جور 20 جور بتات ان موا بتات اون سيمان نتعلم كيف نراقب مدى سلامة الشبكة والمدفاة ونخرج للبيوت وندير تطوعيين مراقبة للناس يعني. والله يعني المدني يقوم بهذا. والله يعني أستاذ سلطاني هذا كلام جميل يعني، ومسؤولية. لاحظنا في السنوات اللي مرت أنه مؤسسات الدولة تقوم بمعارض اللي يتحضر الحماية المدنية تفهم الناس في هذا وكذا، ما تكلمناش على غاز البيطان كذلك اللي لازم تكلموا عليه. نعم. لكن اليوم أستاذ سلطاني حنا من مسؤوليتنا كخبراء، من مسؤولية المصنعين لا ريسبونسابيلتي سوسيتال ليزو 26000، نعم، من مسؤولية كل خبير اللي عنده قدرة في هذا المجال انه يدلي بيدلوه في هذا الميدان هذا. ولكن لازم المصنعين ينخرطوا كذلك، لازم المصنعين ينخرط. المصنع ما شفناش الانخراط تاعو كثير يعني، شفنا الانخراط تاعو يجي كاين الصالون يجي يحضر الصالون يجيب الأجهزة تاعو ثم خلاص مي ديزيميسيون يعني يوميا، لان المسؤوليه تاعنا وين راهي المسؤوليه تاعنا؟ معناها سي عبداني سامحني، معناه انه المؤسسات تاعنا الخاصه لازم يكون عندها يعني ديمونسيون سيتواياني سوسيتال يعني. انت لما تكون مجموعه من شباب في جمعيات وكذا راح المنتوج تاعك واللي يمشي يعني راح تزيد تربح اموال. طبعا طبعا المسؤوليه اننا اليوم ما احناش لازم نفهموا المواطن البسيط، لازم العجوز هذيك اللي في الدار والشيخ اللي في الدار يفهم ونلحقوا نمشوا به نواكبوا حتى تصبح عنده هذيك المواطنه نتاع ياخذ قرار. قال لي ودي الشوفاج هذا اليوم ما راهش مليح لهذا السبب، نغلقوا ونروح نجيب تكنيسيان ولا نشوف كاش واحد. حنا هذه مسؤوليتنا حنا، ماشي نفهموا غير الانسان اللي مثقف اللي قادر يتبعنا ولا شباب ولا مسؤوليتنا انه حتى العجوز اللي قاعد وحدها في الدار ولا يخدموا تاخذ قرار. قال لي ودي لا فلامي ولا تصفرة راهي تصوتي راه يحدث ضجه راه كذا راه راسي وجعني راني حسيت بالدوخه بارك الله فيك شواربي نشفوا زراقوا يرحم الله يرحم الله والدي. حتى صحيح كاين نوترسين استاذ اللي هو العينين السوائل السائل اللي في العين ينشف في بعض الاحيان. سمع لي انه الليغرومتري جينيرال نتاع البيت لازم تبقى انت تعرف انه الرئتين محتاجين الى نسبه معينه من الرطوبه في الجو. نعم. يقول الخبراء 18%. سينو يقول لك الانسان كاينش على الشوفاج ما تنفسش مليح لانك تستهلك الهواء اللي في البيت وما راكش تسترجع الهواء من الخارج. نصائح اخيره استاذ الغني، الان رانا شعلنا الشوفاج تاعنا المدفاة تاعنا ما نسدش الباب من تحت، ما نسدش الباب ساعة ساعة نحل الطاقة يتبدل الهواء. لازم دوما يكون عندي منفذ اللي نجيب منه الغاز ومنفذ اللي نجيب منه الهواء النقي. نعم. ومنفذ اللي نسرب به العادم، فبالتالي اوما دو سوندروا فتحة على مستوى 20 سنتيم 30 سنتيم في الارض وفتحه في العلو باش يؤدي هذيك لا ديناميك ديكستراكسيون ديناميكيه دوران الهواء واخراج اخراج الهواء اللي ملوث. فبالتالي الضروره هنا اننا نعلم انه هذه المدفأة هذه مثلها مثل الانسان تستهلك الهواء كيما احنا نستهلك متر مكعب من الهواء في كل ساعة. نزيد لك سؤال آخر، أيهما أفضل نبلاصي أنا الشوفاج تاعي ولا نزقي أن بلومبي ولا شوفاجيست؟ شوف هو كاين بعض المصنعين اللي راهم حتى في التركيب يعطوك الشيما نتاعك يعطيك الدليل كيفاش تركب ودليل اللي نورماليزي لانه بعض الناس اللي حتى جاب لاليمونتاسيون تاعو كي يلحق الشوفاج يدير له بالتيو نتاع كاوتشو هذاك التيو نتاع كاوتشو راه يحترق مع الوقت بالتالي غير سليم. ولكن الافضل ان نتعامل مع
مختص في التدفئه يعني. احنا تكلمنا في هذا الموضوع في حصه اخرى، قلنا باللي التكوين المهني لابد انه يرجع الى الشوفاجيست، يفتح مجالات جديده، مش غير لاكليم، كليم الشوفاجيست. لكن في جانب الشوفاجيست لازم يمد هذه التكنولوجيا الجديده هذه ويواكب العصر في مجال التدفئه. أشكرك أستاذ عبد الغني شقار ثعالبي، مختص في ديناميكية السوائل وخبير في مجال الغازات. شكرا جزيلا. حاولنا يعني نقدم ما نستطيع أن نقدم من معلومات ونصائح وإرشادات وتوجيهات وكذا، ولكن النقطة المهمة اللي أثرناها اليوم وأن المجتمع المدني لازم ينخرط في هذا الموضوع هذا، المصنعين. والمصنعين كذلك لازم تكون عندهم، يكون عندهم بعد مواطني ومجتمعي، يعني واللي هي في النهاية أموال كذلك. نعم. يربح أموال يعني. نعم. إذا كان دير باله بلي لما يساهم في تكوين وكذا إلى آخره راح يحصل أموال، لا هو راح يربح أموال. نعم. السلامة المنزلية في نصف دقيقة، السلامة المنزلية أستاذ سلطاني ماهيش قضية كلام ونعطيك معطيات وتسجل أنت كمواطن قال أما تكيبي إلى آخره. السلامة المنزلية هي عبارة عن ثقافة اللي نمدوها من اليوم 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 نمدوها المواطن، لكن لازم يشاهد الحبة ذا لو كان عندنا متعام اقتصادي في هذا المجال ويعطينا اللابوراتور، نورو المواطن في كل حصة قال هاو كيفاش تفيري في ترموكوب، ولا كيفاش تفيري في لافلام تاعك الا مليحة ولا لا، كيفاش تفيري في الشوميني. دونك اون بو دوني، ممكن نوصلوا لهذا الشيء. هذا الشيء نقدروا نمدوا اشياء كثيرة للمواطن، هذه هي المواكبة الحقيقية. باش نجي نتكلم لكم بعد كلامي يروح. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اذا مشاهدينا الكرام نعاود نقول لكم جمعة مباركة، أتمنى أنه قد أفدناكم في هذه الصبيحة هذه ببعض المعطيات والمعلومات هكذا، ونتمنى لكم السلامة، ونتمنى لكم إن شاء الله تكون جوز وشتاء يعني في أحسن الظروف. برامج بلاد متواصلة معنا، فألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.